بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن عام 2020 صعب للغاية، ليس فقط بسبب الحجر الصحي والجلوس المستمر في المنزل وعدم وجود عمل، بل أيضاً بسبب الانفصال عن الأحبة. العديد من الأقارب والأصدقاء لا يمكنهم اللقاء مع بعضهم البعض منذ عدة أشهر، وذلك قد يستمر لوقت طويل. لكن حتى قبل أن يأتي فيروس كورونا، كانت هناك الكثير من الحالات التي يقضي فيها أشخاص مقربون الكثير من الوقت بعيدين عن بعضهم البعض، لدرجة أنهم يفقدون الأمل في اللقاء مجدداً. في هذه الحلقة سنعرض عليكم مجموعة من القصص المؤثرة عن أشخاص غابوا لمدة طويلة قبل اللقاء بأحبائهم. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الغواص. يقضي الكثير من الأشخاص اليوم وقتهم بعيدين عن أحبائهم بسبب فيروس كورونا، لكن آخرين يقضون وقتهم بعيدين لأسباب أخرى، من بينها ظروف العمل، وخاصة الجنود الذين يذهبون دائما إلى مناطق بعيدة لتأدية مهامهم. جيروم برانسون، فرد من أفراد سلاح الجو الأمريكي، يقضي وقته دائما بعيدا عن المنزل. ذلك صعب جدا بالنسبة له وأيضا بالنسبة لزوجته وأطفاله. قبل بضعة سنوات قرر الجندي الأمريكي أن يمنح ذكرى مميزة لعائلته. كان ذلك عام 2013 حين كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن المنزل، وصدر قرار بنقله لأفغانستان. أخبر عائلته بالقرار، لكنه لم يخبرهم أنه لديه بعض الوقت لزيارتهم. اتفق مع صديقه على أخذ العائلة للاستمتاع بمياه البحر المنعشة، وأثناء ذلك غطس برانسون تحت الماء وسبح نحو عائلته ليفاجئهم. أصيب الجميع بسعادة غامرة بعد رؤيته. اللقاء في الجامعة. هل تخيلت يوما ما أن يكون لديك أخ أو أخت في مكان بعيد في هذا العالم؟ هذه القصص تحدث غالبا في الأفلام، لكنها موجودة في الواقع أيضا، وقد حدث ذلك مع فتاتين أمريكيتين عام 2013. بدأت القصة حين دخلت ليزا وكاتي إلى نفس التخصص الأدبي في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية. في البداية لم يكن هناك أي شيء ملفت للانتباه، لكن أثناء الدرس الأول في الجامعة طلب الأستاذ من كل طالب الحديث عن نفسه قليلا، وهناك لاحظت كاتي أن قصة ليزا مثيرة للاهتمام. بعد نهاية الدرس ذهبت للحديث معها والحصول على تفاصيل أكثر. تبين لاحقا أن الفتاتين أختان، وذلك بالرغم من الاختلاف الكبير بينهما من حيث المظهر. انفصل والداهما حين كانت الفتاتان في سن مبكرة من مرحلة الطفولة، وقرر منح كل طفلة لعائلة مختلفة لتربيتها والتكفل بها. نشأت كاتي في نيوجيرسي، أما ليزا فنشأت في فلوريدا. قررت كل واحدة دراسة ذلك التخصص، وانتهى الأمر بهما في نفس الصف في نفس الجامعة. إنها قصة يمكن تحويلها إلى سيناريو فيلم. المسابقة المدرسية. اللغة الإنجليزية واحدة من أصعب اللغات في القراءة، خاصة بما أن العديد من الكلمات تكتب بطريقة وتقرأ بطريقة مختلفة تماماً. لذلك تحرص المدارس على تعليم الأطفال الكتابة الصحيحة للكلمات عن طريق مسابقات تقليدية، حيث يجب على المشارك تهجئة حروف الكلمة حرفاً تلو الآخر. قصتنا حدثت في واحدة من تلك المسابقات، حيث كان على طفلة صغيرة أن تهجئ كلمة صعبة للغاية للفوز. قامت الطفلة بذلك، لكنها لم تكن تعرف أن الجائزة التي ستحصل عليها هي لقاء مع والدها. والدها رقيب في الجيش الأمريكي، وهو غائب عن المنزل لأكثر من 6 أشهر. اللقاء على الحدود. من الصعب تصديق أنه في القرن 21 لا يزال بعض الناس غير قادرين على لم شمل بعضهم البعض بسبب النزاعات العسكرية، ولكن للأسف ذلك يحدث حقا. السبب هي الحرب الكورية التي انتهت بإنشاء دولتين مستقلتين منذ ما يقارب 70 عاما.
الكوريون يشعرون بألم الحرب حتى يومنا هذا، كل ذلك لأنه فور انتهاء الصراع العسكري ظهرت كوريا الشمالية والجنوبية كدولتين منفصلتين، وكان الاتصال بينهما محظورا تماما. وبطبيعة الحال وجدت ملايين العائلات نفسها متفرقة، ولسنوات عديدة لم يفقد الكوريون من البلدين الأمل في لقاء جديد مع أحبائهم. لحسن الحظ أنه على مدار العقدين الماضيين تمكنت الحكومتان من الاتفاق بشكل ودي على مواعيد للمواطنين الذين فصلتهم الحرب للقاء. يتم ذلك عن طريق تجمعات على الحدود الفاصلة بين البلدين، حيث تلتقي مجموعات صغيرة من بضع مئات من الأشخاص. معظم الموجودين هناك هم كبار السن الذين لم يلتقوا لعشرات السنين، لكن ذلك لا يعني اللقاء بشكل دائم، حيث إن الأمر يستمر لبضعة ساعات فقط قبل أن يعود كل واحد إلى بلده. لا أحد يدري إذا كان سيلتقي أحباءه بعد ذلك مجددا أم لا. لقاء عبر التلفاز. رودولف تايلور من مدينة هيوستن لديه قصة غريبة للغاية. منذ حوالي 40 سنة كان الرجل يعمل في المجال العسكري ودخل السجن لارتكابه جريمة فظيعة. أمضى الرجل 5 سنوات خلف القضبان ثم تم إطلاق سراحه. لم ينجح في الحصول على وظيفة بعد ذلك ووجد نفسه متشردا في الشارع. يكسب تايلور بعض المال من خلال رسم اللوحات الفنية وبيعها. في الماضي كانت له زوجة وطفلان. رأى تايلور ابنه الأصغر كيفان مرة واحدة فقط في حياته قبل دخوله السجن، ولم يلتقي به مرة أخرى بعد ذلك. حين بلغ الابن عمر 30 حدثت نقطة تحول في القصة. شاهد الابن كيفان برنامجا تلفزيونيا يتحدث عن رجل متشرد يقوم برسم ألواح فنية جميلة وبيعها في الشارع. توجه كيفان إلى مكتب القناة لمعرفة موقع ذلك الرجل، وسافر فورا إلى هيوستن للقائه. كان تايلور رجلا منغلقا على نفسه، لكنه لم يستطع أن يكبت مشاعره في تلك اللحظة. كانت تلك لحظة مؤثرة جدا في حياة الرجلين. الجائزة الحقيقية. انتقل لاعب كرة السلة الشاب نوربرت زبيجر من موطنه الأصلي ليتوانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اللعب مع فريق تابع لجامعة جاكسونفيل. لم يستطع اللاعب العودة لموطنه الأصلي طيلة 5 سنوات كاملة، ولم يرى عائلته طيلة هذه المدة، لكن طاقم التدريب أصر على تحضير مفاجأة للاعب الشاب، حيث تم استدعاؤه لقاعة المؤتمرات لمشاهدة مباراة سابقة للفريق الخصم، وبدل ذلك دخلت والدته إلى الغرفة. أصيب الشاب بالدهشة ولم يصدق ما رآه أمامه. حتى المدربون الصارمون لم يستطيعوا كبح دموعهم في ذلك اليوم. العودة إلى المنزل. راشاني بريدز مغنية أسترالية هاوية اكتسبت شعبية كبيرة بعد أدائها في أحد البرامج التلفزيونية الخاصة بالمواهب عام 2015. عاشت الفتاة حياتها كاملة في أستراليا مع والديها بالتبني. قام والدها بتبنيها حين كان عمرها شهرا ونصفا فقط بعد أن ولدت في سريلانكا. ورغم كل الرعاية التي حصلت عليها، إلا أنها لم تتخلى عن فكرة العثور على والدتها الأصلية، لأنها تعرف أن والدتها قد تخلت عنها لمنحها فرصة للحصول على حياة أفضل، خاصة وأنها من عائلة فقيرة جدا. بعد رحلة طويلة من البحث نجحت الفتاة في العثور على والدتها، وكان لقاؤهما عاطفيا للغاية. لم يستطع أحد أن يكبح دموعه في تلك اللحظة المؤثرة. وأخيرا سعادة الأطفال. فرق فيروس كورونا ملايين الأشخاص لعدة أشهر، لكن البالغين قادرون على تحمل كل ذلك، في حين أن الأطفال يتأثرون أكثر. ذلك ما حدث مع هذه الطفلة التركية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي لم تر والدتها لمدة شهر كامل. في ذلك الوقت كانت الأم تعمل في مركز مكافحة فيروس كورونا في المستشفى.
لم تتمكن الطفلة من كبح دموع الفرحة. نتمنى أن تكون كل هذه اللقطات قد نالت إعجابكم وحسنت مزاجكم. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.